السلام عليكم متابعي قناة شوف تي في، مباشرة من دوار بومزاب حمرية جماعة نخيلة، ثلاث الأولاد ضواحي بن أحمد. معنا واحد المجموعة من الإخوة اللي حاول الأخ ديالهم داليهم الأرض ديالهم عن طريق تزوير وعن طريق مجموعة من الأمور. غادي يحكيوا لنا شنو المشكل ديال هاد والخلفيات ديال هاد الملف. تفضل سي. بسم الله. السلام عليكم خوتنا المواطنين وخواتاتنا المواطنين، الله ينصر سيدنا. هاد الناس ظلموا وداروا الظلم وداو لنا ديالنا وداروا التزوير، واليوم كلشي ثابت. هالارض كاينه، الا قالوا ما كاينش الزور هالارض كاينه حاضره. هالخيبره الاولى هالثانيه، وهما قروا بنفوسهم، هما قروا التزوير بنفوسهم. جوج خبراء دازت الخيبره الثانيه، الخبرة الثانية تا هي صادق عليها وتسد علينا حنا الباب. ملي ولاو خبرات حنا مابقاش المحكمة كتسنط لينا، وحنا دعنا وديالنا الدو ديال بونا بشق ورزايقنا اللي كنكتبوه صيرناه، وحنا حنا كنضيعوا. كيدوز السي المهدي هذا الميل بحال هو كيدوز في القضاء. هذه راه جا ديال 17 عام ولا 16 عام، وهاد الأرض راه مدينة لنا حنا 20 عام الوراثة، وكنقولوا لهم نقسموه هكا يقول لك لا. قبلتوا ذاك الطرف راه الله يعاونكم، ما قبلتوش هذا غنديوه بالمخزن، وداوه بالمخزن، زور واضح باعين، وانا المسؤول، انا مسؤول على هذه الهضره اللي كنقول فيها. وهالخبرات ها كلشي ها الزور باين واضح، وما عطاونيش حقنا وما خداش حنا حقنا. قدمتوا بشي شكايات؟ قدمنا بالشكايات وكلشي وحقنا، حنا باقي اليوم كنتسناو الله ينصر سيدنا. راه تقدمنا بالشكايات، راه كلشي عندهم، راه الخبرات، راه الزور وضح. الخبراء داروا تزوير هاد الوثائق وحاولوا انهم يمكنوا شي ناس من الحق ديالهم ويقصيوكم. اه اشرح لنا كيفاش السي المهدي. دابا داروا كاين الارض، داروا ما كاينش تيتر، ما كاينش المطلب، وخرجوا لهذوك حقوقهم. وعاود ثاني انت ملي تقادوا معاهم وباعوا مع الخبير، قال لهم راه انتم غنعطيكم في الساق ونعطيكم البحير. حنا ما خلاوش لنا. الناس في 100 حدانا. شحال ديال الاخوه؟ شحال ديال الخوت؟ حنا الخوت سبعه وستة دريات. لاش؟ والتولوت ستة دريات، وكاين التولوت، وهذا الشيء نصبوا علينا حنا. داو التولوت ديالهم وداو ديال الدريات. شكون اللي دا لكم هذا الشيء؟ خوتنا. شي اخ ديالكم الكبير؟ خونا ماشي الكبير، خونا الصديق المنصوري، وحنا المنصوريين، وتبعوا خو احمد المنصوري وخواتاتهم وجروتها خواتاتنا. تا ما خارجين بالقسم من هادوك، ما شاتش الارض، خرجوا قل من هادوك. فاوتين كاين تفاوت، صحاب التولوت اللي باقيين مع الاخرين خارجين تفاوت، الاولين والثانيين ما هماش قد قد، دريات ما هماش قد قد. واش دري خارج ب 20 ودري خارج ب 16، درجه خارجه ب 13 ودرجه خارجه ب 12. كاين الظلم واضح هادشي وبوثائق، والخبير راه قر اليوم الله ينصر سيدنا. راه صباح تيتر وصباح مطلب، وفين حنا؟ فين راه حقنا؟ في هذه الارض فين راه حقنا فيها؟ والارض الاخرى فين راه حقنا فيها؟ البحير والارض الواجهات اللي حدا الشانطي داو، وحنا لا خلاو شي حاجه قريب الحال، ما بقاش تحق دريه، تحق مره ما بقاش. وداونا ديالنا ظلما وعدوا، وداو ديال بونا، امنا ماتت قبل بونا وهم بقات مع بونا، وداو ديالنا وكبروا لنا على كل شيء، وداك الشيء كبر في الكروش وما طلعش وعطونا لحد الان، راه 20 سنه هذه ديالنا سجرناه وديال بونا بشق، وحنا راه المقصود الله اليوم راه حنا كنضيعوا، راه حنا عا كنتسلفوا مع عباد الله باش عايشين. تيدير الله ما دار والله ينصر سيدنا. وهالوثائق كاينه، وحنا كانونا محامون الخبراء وشي ما عطاوناش حقنا وما بانش، ما خلينا فين مشينا، ما خلينا حتى المحكمه. وراه مين باقي واقف في برشيد؟ راه الحق عبد برشيد بقى واقف عامين هذي، والمحكمه حنا فيها ثاني عامين. قالك سير رجع لبن احمد، رجعنا ليه حتى حاجه ما بانت لينا حنا. وهما راهم كيدعوا بيناتهم على ديالنا وكيتبتوا فيه بحكام بيناتهم، وحنا كنشوفوا حنا ما بقاش سد علينا الخبير الثاني احمد ضعيف، سد علينا ملي طعنا بجواد عبد النبي، خرج احمد ضعيف سته وتابع مع جواد عبد النبي، وحنا المحكمه ما بقاش كتقبل هدرتنا كاع. شكايتنا كيتلاحوا في الطوار ديال الزبل، حكم القاضي وقالنا حنا انتم تلاحوا الله يعاونكم ما تلالوش. المحكمة ديال برشيد عندها مين ما بغاش تحقق مع الخبير رقداتو حفظاتو، ما بغاش تبقى بشي حتى فوق 20 مرة، ما بغات تواجهني حتى قبل. البلاد فين كاينين محكمة؟ ها؟ دابا راه في بن أحمد، وراهم كيداعوا بيناتهم،
وحنا راحنا كنشوفوا ديالنا راه ضاع الشاق، وراحنا هادي 20 عام وحنا كنضيعوا، وهما 20 عام وما كيتصرفوا ديالنا، وقال لك باش ومشاو للمحكمه وداو داكشي اللي بغاو، كانوا شادين كلشي، هما اللي حكموا المحكمه خرجوا حقوقهم، خرجت المحكمه داكشي اللي قالوا تقبل ليهم. حنا حيتسد علينا الضعيف، ملي طعنا في جواد سد علينا احمد الضعيف، واليوم ها جواد قرب الخيب بالتيتر وبالتنفيذ، والله ينصر سيدنا، واليوم ها الارض ما ماتتش، ها كلشي باقي حقه معنا، إلا كاينه شي مسؤوليه انا محمول بها، ولا كاذب على هاد الخبراء وعلى هاد الناس انا المسؤول، انا اللي كنقول في هاد الحضره راه المسؤول عليها، والله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا. السلام عليكم. هاد الناس خوتنا وكبروا لنا على ديالنا ودوه الصديق واحمد ومن معاه ولاو كيبيعوا شوفه مع 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 الخبير ويعطيه اللي بغى. الا شي جدا داو هما الواجهه اللي قريبه الشانط داو هما المرس فيه 130 خدام داو هما البحيره داو كلشي ما خلوش البحيره سقويه الجبحير سقويه وحده فيها الجبيار وحده فيها الاخرى فيها تجوج داوهم حنا ما خلوش حنا ما عطاونا والو 18 سنة هما قول من 2001 داوهم كبروا عليها ماتونا كبروا على ديالنا كنمشيو للمحكمة حنا ما عارفينش كنمشيو للمحكمة كيبيعوا شي مع المحكمة ويجيه هو حاكم من تم حنا حكم واحد اللي ديناه ما عطاوش لنا وكنلحقوا للعد نديروا المحامي يدوزوا يشريوا حنا يلوحونا يعطي ديما عندنا حنا الضعف ديما تا حكم لا نقول لهم هالباب يسدوه عندنا حنا يمشي تسد عندنا ويقول لنا ما عندكمش المحامي يقول لنا ما بقاش عندكم انتوما شنو النداء ديالكم اسيدي اللي كتوجهوا عبر هذه القناه شوف تي في شنو باش كطالبوا كنطالبوا بغينا حقنا حنا نديو في كل بلاصه بغيناه نديو في المرس نديو في القعده نديو بلا القعده بعيده بعد من الدوار بحد 18 كيلومتر ولا 12 خلونا استاذ خلونا نجيو لواحد حق درجه ماديه 13 ودرجه ماديه 15 وحنا ما عطاونا حنا خوت بحال ودري خارج ب20 ودري خارج ب30 الدراري خصهم يديو اكثر من الدريات لا ولي بحالنا بحال ما دين قدنا قدري وحنا خلاوتنا اقل من الدريات وخلاونا البلاد اللي ما تساويش والبلاد اللي كتجيب الفلوس والبحير والمراس عطاونا مصاينين ما خلاتنا فيهم حنا ميترو كدير 20 مليون الخدام هنا في اللي قريب الشانت ولي حدا الفيلاج اه 20 مليون الخدام 20 مليون الخدام وكثر وحنا ما خلاوش ما يسلو ما يسلو ما خلاوش نبي جينا وحنا كلشي داوهم ما نصبوا عندنا بطريقه ما خلاوش خلاو شي خدام مع مزاويط كل خدام ببلاد ما خلاوش ودعوا ليه ما عندو لا طريق لا والو خلاو حنا خلونا القعده اللي قريبه حنا ما تصرفناش هذه 20 عام ما كنتصرفوش حنا تابعين القانون باش يدير القانون عطاهم هما ما عطاناش حنا وانا مسؤول بهذه الهضره اللي كنقول فيها واليوم ها كلشي الحمد لله كاين والله ينصر سيدنا والله ينصر سيدنا هاد الناس ظلموا هاد الناس تعذبوا وحنا راه تابعين القانون وما نعطيوش الفلوس حتى يدير الله ما دار والله ينصر محمد السادس الله ينصر محمد السادس ها الخبرات ها كلشي كاين والله يجيب من الله ينصر سيدنا وبغيتو يشوف هاد الفيديو ويرسل من يحقق معنا معقوله ثم الرساله الاخيره السي المهدي المنصوري شنو اللي كتوجهوها عبر هاد القناه شوف تي في باش كطالبوا كنطالبوا بتحقيق بهاد التزوير كنطالبوا بتحقيق في هذا الزوير والله ينصر سيدنا ويحقوا معنا انا نبغي عيون المحكمه تحقق معنا من شو هذا الملفات تحقق معنا هذه الملفات وهذه الخبرات ها الارض موجوده ها الارض موجوده بلا حساب راه راه عرام ديال الوراق راه هذه عتال ثالثة ولا رابعة راه كاينين راه هذه 19 عام ولا 20 عام راه ملفات عامرة ها نعمس راه ماشي ملف كلشي ما خلينا فين مشينا ما عطاوناش حقنا وما كاينش اللي تصنت لنا وحقق معنا انا بغيت ما يحقوا معنا الا عندي الذنب انا نتعاقب به ولا كاذب على هاد الناس انا نتعاقب وراني انا مسؤول بهاد الهضره راه كاين الزور راه كاين الظلم وهاد الهضره اللي كنقول فيها السيد الوكيل العام حول الزوير نعم سيدي شي شكايه حول الزوير السيد الوكيل العام مالو درتو شي شكايه درناها درتها ماشي مره ماشي مرتين وجاب شي حتى النيابه العامه مرتين مشيت للديوان الملكي وتصنتوا لنا وقالوا لنا هذه الورقه غير تشد الديوان الملكي قلت لهم هاكا مني الوراق ما بغاوش يشدوا مني ورقه ومشيت حتى للديوانه ورسلت ورقه لسيدنا الله ينصرو ربما لانه المستوى ديال الديوان الملكي ملي كيكون شي ميل فرائج امام المحاكم لان المحاكم كيبقى المحاكم هي اللي عندها الصلاحيه يعني ملي تنصرو بهذا الملف نعم ولد سيدنا النيابه العامه
اشنو ارسل الوكيل العام، وملي ارسل الوكيل العام رسول بن حمد، وبقيت نطيح النوض من الجدارمه ديال ديال فيني للجدارمه ديال ديال بن حمد عامين وانا نطيح النوض، ورسلوه البرشيد، وجات ورقه من عند وكيل العام، جات ورقه من النيابه العامه، كل شيء تلاين في الرباط، ورسلوا الميل ولا يقول الميل ديالك راه في برشيد، كنمشي لبرشيد عامين وانا نطيح النوض، ما داروا معايا تحل لحد اليوم، حفظوا الملف وخلوه، كنمشي له باش يخرجوه ما يخرجوش، قالوا يجيب الخيبلات، ديتهم الخيبلات اللي قالوا يجيب البرشيد كنديها. قلتينا بانكم خسرتوا واحد المبالغ ماليه رزاق التعاب وعلى الصندوق بزاف بزاف، انا ورقه هاجه مخلص فيها 140,000 كرسوم ديال ايه، وشدوا لي 70,000 قالوا يدعوا مشات الحكم الزفزافي، وانتم ما حكموا لي بيا ولا بلق، وداروا لي عدم ملف عدم اختصاص، وقالوا ياسر بن حمد وداروا لي 70,000 70,000 قال لك حكم الزفزافي مشات لك، وانا هذا الحكم الزفزافي خاصو يدير معايا شي حاجه، يحكم عليا ولا يحكم ليا، انا علي بغيت المحكمه عاد تحكم عليا ولا تحكم لي، والله ينصر سيدنا، انا ما تبعوا معنا تطريق، وحنا راه 10 الورث اللي كضيع، وراه 20 عام هادي وديال بونا بشق، ما حنا بالحاطه ما حنا بالهابطه، وكنسجروا عليه رزايقنا ورزايق عباد الله كنتسلبوا ونسجروا، لا هاد الشكايه نربحوا لا هاد العام نربحوا، لا هاد العام ناخذوا رزايقنا لا هاد العام، وهادي راه 20 سنه وزدنا للمحكمه ونفس المشكل، داكشي اللي بغاو دوك الناس داروه، داروا خديه بيناتهم، ودوك راهم كيدعوا على ديالنا ومن الدين ديالنا، وكان الطرف اللي راه تحفظ زور، وكاين الوريث اللي وارث ثلاثه المرات، دري معنا في التولد مع ولادنا، وارث ثلاثه المرات، وارث هنا وارث في فينج وارث مع الوراثه، مع الوراثه صحاب التولد، وارث ثلاثه المرات، وهذا الدليل كاين، كل شيء كاين، والله ينصر سيدنا، وانا راه ما نسكتش على هذا الشيء، الا تنموت. ورانا ما نعطيش فلوس ويحقوا معايا من حقي يحقوا معايا الله ينصر سيدنا فعلا سي المهدي كيف ما كتشوفوا نعم سيدي يعني الرساله الاخيره اللي وجهتها الرساله الاخيره حقوا معانا لا ما كانش الدرني حقوا معانا راه رزقنا ضايع ورحنا كنضيعوا رحنا كنضيعوا كنضربوا في ديال عباد الله ديالنا كملناه اربعه وديال بونا راه مشالينا وهالخيبرات هالدواليل وهاد الهضره اللي كنقول فيها رانا انا مسؤول عليها انا لا تهم شي واحد انا مسؤول على هذا الشيء اللي كنقول فيه وراه كاين الزور وراه كاين الظلم ويحقوا معنا نطلب من الله يحقوا معنا ونطلب من الله هذا الفيديو شوفوا سيدنا الله ينصره امين الرساله وصلت سي المهدي الله يطول عمرك الله يجازيك كيف ما كتشوفوا متتبعي قناه شوف تي في احنا مع مجموعه مع مجموعة من الإخوة اللي بدوار بومزاب حمرية جماعة نخيلة ضواحي بن حمد بالضبط فيني فعلا السي المهدي هذه اللي خلصتي فيها 7000 درهم 7000 درهم كيف ما كتشوفوا متابعي قناة شوف تي في احنا مع هاد الإخوة اللي تم يعني مشات لهم الأرض ديالهم الميل فرائج في المحكمة لمدة الواحد ديال 20 سنة وهما كيمشيو كيجيو ما بين الرباط ما بين سطات بن حمد برشيد كيطالبوا بالإنصاف ديالهم وبالحق ديالهم كيدعيو على أساس أنه كاين شي تزوير وكاين شي مجموعة من الوثائق كيوجهوا النداء ديالهم للمسؤولين للقضائيين باش أنهم يدار واحد البحث وتحقيق فهاد الملف ديالهم كنحييكم متابعي قناة شوف تي في والى اللقاء في بث مباشر اخر ومع حالة اجتماعية جديدة